كمان موسيماني عقد جلسة مع مروان محسن مهاجم الفريق من أجل الاطمئنان على حالته بعد طبعا ما تعافى من الإصابة بفيروس كورونا. وواصل مروان محسن النهاردة أنه هو ينفذ بقى البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة بالفيروس. أدى جلسة في الجيم قبل ما يستكمل التدريبات البدنية بالجري حول الملعب. خليني أقول لحضراتكم كمان أن محمود وحيد الظهير الأيسر طبعا انتظم في تدريبات الكرة بعد ما تعافى من الإصابة في الركبة، وكان خاضع يمكن خلال الأيام اللي فاتت لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة. ألف حمد لله على سلامة طبعا كل اللاعبين، وإن شاء الله الفترة اللي جاية بقى اللي هي فترة مهمة جدا، وإحنا داخلين كمان على كاس العالم للأندية والسوبر الإفريقي، نتمنى أن كل المساحات اللي تتعمل لفيروس كورونا تطلع سلبية بإذن الله لكل اللعيبة.